مع الرئيس يصعب عليه الموافقة على قانون زيادة أجور موظفي قطاع الدولة أو القطاع الحكومي دون البطة السوداء القطاع الخاص، وهم يشكلون الشريحة الأكبر وهي شريحة مهمة. بقول خلينا نكون منطقيين في طرحنا، إذا أنتوا تبون تزيدون المرتبات بشكل صحيح ما تحولون إلى الشورى. إذا زيادة الراتب يوم اللي قدمه والإخوان يوم اللي حتى احنا قدمنا كان البترول 145 دولار، الآن تبون زيادة راتب من خلال موافقة الشورى اللي الدين العام طاف 12 مليار والبترول حوالي 60 دولار أو أقل. احنا نتكلم ولازم وتروحون وقطاع الخاص وكيف ما تعطونهم، كيف انتوا مأمنين حق القطاع العام تعطونهم عشان تقترحون على القطاع الخاص؟ المواطن البحريني مصاب بإحباط، فاليوم هذه الزيادة أنا أعتقد أنها بتكون في محلها، خصوصا أن في ميزانية موجودة للدعم، هذا هو دعم يعتبر بشكل مباشر، زيدوا رواتبهم على أساس أنه يكون يعني المواطن البحريني يعيش شوي مرتاح لأنه ضاقت في الوسيعة. 20% زيادة في الرواتب ما أحلاها، ونتمناها 50% بعد. أنا لو زدت 20% وزادت معاها الأسعار وزاد معاها أسعار البترول وزادت الضريبة، من اللي بيستفيد؟ يعني خلنا نحس بالمواطن البحريني ذوي الدخل المحدود. اليوم احنا في صدد التمسك على 20% زيادة، وأتوقع ان احنا اذا بنتكلم عن برنامج عمل الحكومة اللي هو ذكر انه هو راح يحسن مستوى المعيشة، أتوقع الحكومة نسيت هذا الشيء. في تنويع مصادر الدخل، في ألف حل أساس أن احنا نحط هذه الميزانية حق دعم الرواتب، وأتوقع ما في شخص اليوم راح يرفض هالشيء، واللي يرفض هالشيء راح يتحمل مسؤولية الناس، مسؤولية ضميره.